على السطر، جزءا، فهنا ان بالفتحة وهنا جزء بالايه بالضمة، جزءا. ضوءا او ضوءا او ضوءا، فهنا بالضمة وهنا بالفتحة، فنعملها على السطر. طيب اذا اضيفت الهمزة ليها ضمير في اخر الكلمة وليها ضمير، يعني جه بعدها ضمير، زي عالم، علماء، جمع علماء، همزة على السطر، يبقى هنجيب علماء أنا، يعني العلماء بتوع، علماء أنا أو علماء أنا، فهنقول هنا مثلا إن علماء أنا بالفتحة، إن علماء أنا، هيبقى إيه في هنا الهمزة على السطر، الهمزة على السطر، وبنسب وتعتبر همزة متوسطة، هناخد المتوسطة بعدين. لكن علماؤنا ما تجيش مع ان لانها بتنصب المبتدأ اللي هو علماءنا بالفتحة، لكن لو كان علماؤنا هنلاقي الهمزة هتبقى على الواو، ده موضوع تاني يعني بنتكلم بيه بعدين.